صلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلي ركعتين عند خروجك من منزلك، يعني قبل أن تخرج من منزلك، تمنعانك مخرج السوء، وصلي ركعتين عند دخولك إلى منزلك تمنعانك مدخل السوء. قبل أن تخرج للعمل، للسوق، لمناسبة، صلي ركعتين. عندما تدخل إلى البيت، قبل أن تدخل إلى عقر دارك، صلي ركعتين ثم ادخل، وسوف تجد تغير، لأن هذه من الحوافظ تمنعانك مخرج السوء وتمنعانك مدخل السوء.